لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بيع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. أما شو يا معلم؟ الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعة الفايبر عندي بالدار. أول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف. شوف مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك؟ احنا باعلان اذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف انه الفايبر بسرعة البرق مش الصوت. بالتل جيجا فايبر، اسرع انترنت منزلي. من سد ستي بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من سد ستي بنوفر سوا وبنفرح سوا، ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار، 9000 دولار كل اسبوع، وشهريا 60000 دولار. وفروا اربحوا على طول، وجائزتين بنص مليون، كل جائزة ربع مليون دولار كل 3 شهور. يلا نوفر ونربح مع بنك فلسطين. حساب توفير أو غدوا حسابكم ب $200 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى، مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب، كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى. وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع عزيز حكاية إبداع وتطوير. يلي اللمة بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان، دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة، من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة. Thank you.
صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتم تسمعونا. تحية الصباحية للجميع، أحلى صباح لحنا مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بلقاء جديد، يوم جديد هذا، وحلقة جديدة في يومنا هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 من آذار للعام 2023 والموافق 6 من شهر رمضان الفضيل، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. بالخير بالحب وبتحية الوطن فلسطين نحييكم، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب. صباح الخير لكم أينما كنتم من طاقم عمل البرنامج، صباح الخير لزملاء خالد نجاس ومحمد ريان في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ترافقنا الزميلة سحر حنني من التنسيق ومن ريم العمري في الإعداد والتقديم. الشمس طلعت يا بلد، صباح الخير عجبالك. صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك. صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر. صباح الطير يتمخطر. طبعا في البداية بدي أذكركم عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شبكة وطن الإعلامية، على شاشة تلفزيون وطن، عبر أيضا إذاعة وطن اف ام على الموجة 99.2 اف ام، وأيضا عبر الفيسبوك مباشر على صفحة وكالة وطن الأنباء فيسبوك مباشر. صباح الخير لكم جميعا المتابعين والمشاهدين أينما كنتم معنا داخل فلسطين الحبيبة أو خارج الوطن. أرقام الهواتف لأي مشاركات عبر المنبر هي على 02-2966-195 أو 02-2966-197. يعني كثير من الأمور والملفات سنتحدث اليوم بما يحدث بحوارة، وسنتحدث أيضا عن ارتفاع الأسعار الجنوني اللي مش راضية تنزل من بداية شهر رمضان. إحنا اليوم 6 من شهر رمضان المبارك، من قبل رمضان يعني قبل أسبوع أسبوعين، وإحنا بنحكي بموضوع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه بالسوق، وخاصة لي كثير من السلع الأساسية لسلة المواطن الاستهلاكية اليومية. وكان أبرز ما نتحدث فيه هو كرتونة البيض اللي ما نزل سعرها وأسعار الدواجن المبالغة فيها. واستضفنا طبعا وزارة الاقتصاد، وطلع معنا ضيفنا من وزارة الاقتصاد على الهواء في برنامج شد حيلك يا وطن، وقال إنه وزارة الاقتصاد بما معناه بدها تعمل قائمة أسعار استرشادية في هذا الموضوع، وتحاول مع وزارة الزراعة إنها تفهم شو الأسباب، علما إنه حكالنا في عنا تقريبا 1,400,000 طير في السوق، وبالتالي إحنا ما عنا نقص في الطيور وما عنا مشكلة فيها، وكل ما يجري غير مفهوم. أولها طبعا وزارة الاقتصاد قبل رمضان بيوم أو أول يوم رمضان تقريبا حددت سعر كيلو الدجاج الطازج ب 17 شيكل، على أساس أنه هذا سعر مناسب يعني للمواطن، حتى 17 سعر غالي، وما بعرف بناء على شو حددته وزارة الاقتصاد. وصار الحكي كمان أنهم هذا السعر حتى يناقشوا مرة أخرى. المزبوط إحنا هلأ منعيش في وضع اقتصادي صعب للغاية. إحنا عنا أول إشي شريح، أكثر من شريحة، شريحة الموظفين اللي بتقبض 80% من راتبها، واللي أصلا في إحنا زي ما أنتم شايفين الوضع
إضراب المعلمين المستمر، على موضوع أيضا راتب كامل وخصومات وغلاء معيشة. فبالتالي عندنا كمان الوضع الاقتصادي من كورونا لليوم في البلد، ما زالت يعني كثير من القطاعات لسه تتعافى شيئا فشيئا من جراء هذا الموضوع. وبالتالي ما بقدر المواطن بحسب المتوسط الدخل في فلسطين إنه يشتري أسعار بهذا الشكل، أو يكون متوسط سعر الدجاج بهذا المبلغ وبهذا السعر. لا عائلة مثلا مكونة من 6 أفراد خلينا نحكي، وهو متوسط حجم أو عدد العائلة في فلسطين، 6 أفراد بدهم أكثر أقل شيء دجاجتين، يعني هذا الحد الأدنى اللي ممكن حتى مع التوفير، يعني العائلة في يوم واحد دجاجتين بدهم. بالتالي أنت بتحكي على الدجاجة بدها تكون 1.5 كيلو أو 2 كيلو، بتحكي على 100 شيكل بده المواطن يشتري عشان يقدر يأمن احتياجات أسرته. في شهر رمضان كمان بيصير في إقبال كتير على الدواجن، لأنه بفعل الإفطار الدائم واليومي وما إلى ذلك وتحضير الوجبات. هذا ما فهمناه قبل رمضان، وصل كيلو الدجاج 19 شيكل، 19.5 بعض المحلات 20، لكن أن يصل بالأمس إلى 23.5 تحديدا في كثير من المحلات. وبقول لك لسه بده يوصل، يعني واحد بيحكي يعني تاجر بقول سيدة بتحكي له شو الدعوة يعني 23، وين إحنا رايحين؟ قايلها لسه بده يوصل 30 كمان. بناء على ماذا التجار بيتحدثوا بهذا الشكل؟ وبناء على ماذا بيرتفع سعر الدجاج إلى هذا الحد؟ وأين الوزارات المختصة؟ ولماذا لا تخرج علينا وزارة الزراعة بتوضيحات للمواطنين لماذا ترتفع أسعار الدواجن بفلسطين إلى هذا الحد؟ هذا طبعا السعر اللي بحكي لكم عنه 23، هذا في رمضان صار نطت مرة واحدة. وبما أنك يا وزارة الزراعة يا وزارة الاقتصاد حددتي سعر كيلو الدواجن 17 شيكل، ممكن تعملوا جولة على المحلات وخاصة المحلات الكبيرة واللي فيها أقسام دواجن بيكونوا حاطين أو ملاحم، تشوفي إذا فعلا بيبيعوا بهذا السعر ولا لا، لأنه ما بيبيعوا بهذا السعر للأسف. بس ممكن يجي مواطن يقول لك والله أنا شريته من البلدة الفلانية أو من القرية الفلانية أو من المخيم الفلاني أو من الجهة الفلانية ب 13 مثلا. بيصير، ما هي عندنا المشكله في البلد انه التباين الكبير والتفاوت الكبير بالاسعار كمان هذا مش مفهوم. طب كيف فلان الفلاني وفت معاه وباعه ب 13 وغيره قاعد 23 شيكل 10 شيكل الفرق؟ يعني هلا ممكن ناس عم تسمعنا تقول لك نعم انا شريته ب 23، إشي يقول لك 20 وإشي يقول لك 13. فعندنا مشكله كبيره في البلد وعندنا مشكلة في هذا الموضوع، وللأسف لا يوجد حلول عملية من قبل الوزارات المختصة. كل اللي عملته وزارة الاقتصاد إنها حددت السقف السعري الأعلى للمستهلك، ولكن للأسف يعني بعض حتى المنتجات اللي حددتها بسعر أعلى من اللي تباع فيه بالسوق، وبعض المنتجات الأخرى حددتها بسعر أقل بكثير من اللي يباع بالسوق. وبالتالي هذه القائمة بتشعرها بعيدة عن الواقع اللي بيصير. احنا مش مهم عنا انه نحط سعر استرشادي بقدر ما بهمنا انه يصير في واقع ويتطبق على ارض الواقع. يعني بالنهاية النشرات هاي انا شو اعمل فيها اذا مكتوب على الورقة 17 وفي المحل 23؟ يعني كمواطن وين طواقم الرقابة؟ وين اللي يعني هيني انا مثلا قاعد بقرأ بعض التعليقات 23 شيكل، يعني في ناس شارينه فعليا ب 23 شيكل وفي ناس شارينه ب 20 شيكل. ولأمتى بدنا نضلنا عندنا الإلهاء بلقمة العيش؟ يعني خلص هذا شغل مفروض يكون ضمن جهات مختصة، وزارات مختصة. ما حدا يضلوا كمواطنين الناس مشغول بالهم في كيف أأمن حياتي، كيف أأمن لقمة العيش، كيف أجيب خبز لأولادي، كيف والعمر بمضي والأيام بتمضي والحياة بتمضي والمواطن بس مشغول كيف يوفر لقمة العيش لأبناء شعبه لأسرته. ف
فاليوم رح نحكي في هذا الموضوع، نشوف شو موقف وشو دور أيضا باقي المؤسسات والجمعيات في هذا الموضوع، وإلى متى سيستمر الارتفاع الجنوني على أسعار الدواجن بهذا الشكل. 23 شيكل، 23 شيكل يباع كيلو الدجاج، 50 شيكل بوصل سعر الدجاجة إذا كانت وزنها منيح. وين صار هذا الحكي؟ وطبعا هلا الناس، ما هو في شهر رمضان مبارك الواحد بيكون مضطر، فبضطر يشتري، واصلا الجشع بيزيد خلال هذا الشهر الفضيل، فبالتالي ممكن انه كمان هذا يكون احد الاسباب. ومبارح وزارة الاقتصاد حكت انه احد الاسباب هو جشع بعض المزارعين والتجار، هذا على لسان وزارة الاقتصاد. طب اذا كان في جشع من بعض التجار والمزارعين كما تقول، انتم شو دوركم؟ شو دوركم اذا هذا الجشع تسبب بارتفاع اسعار الدجاج؟ انا اترك السوق هيك للجشعين وخلص وامشي واحلل السبب؟ عادي، محلل اقتصادي ممكن يطلع يحكي لنا السبب، لكن كوزارة يجب ان يكون عندكم اليات ودور في وقف هذا الجشع ووقف ما يجري. مواطن راتبه 2000-2500 شيكل ما بيقدر إنه يشتري، يا وزارة الاقتصاد ويا وزارة الزراعة، دواجن ب 23 شيكل الكيلو. لكن في موضوعنا الأول أيضا، حوارة تحت مرمى النار، حوارة ما يحدث في حوارة خطير جدا حقيقة. هناك حرق وتحطيم للسيارات، تم أيضا حرق شاحنة في حوارة، سيارة أسعاف، هناك اعتداء على المواطنين لليوم. كمان في صعوبة في التواصل وفي صعوبة في الحركة بين البلدات وبين جنوب محافظة نابلس وباقي أرجاء الضفة الغربية، بمساندة المستوطنين اللي شنوا طبعا موجة اعتداءات بالأمس على المواطنين وممتلكاتهم كمان في بلدة حوارة، واعتدوا على سيارة إسعاف فلسطينية، حطموا زجاجها. أيضا تم نقل 5 إصابات إلى مركز ابن سينا للعلاج، تم إحراق شاحنة اللي هي ونش في البلدة، هاجموا العديد من المنازل، اعتدوا على سيارة إسعاف فلسطينية، حطموا زجاجها. هذه الاعتداءات كلها ترافقت كما تشاهدون في الصورة، هذه الشاحنات التي تم حرقها، هذه كلها الاعتداءات ترافقت مع اعتداءات نفذها أيضا الاحتلال، اللي اعتدى بالضرب على أحد الشبان واعتقال عدد آخر من المواطنين. في 5 مواطنين تقريبا أصيبوا جراء الاعتداء، وجرى نقلهم لمركز طوارئ ابن سينا في البلدة، هو المركز الوحيد خلينا ننوه اللي بيخدم حوارة وبيخدم أيضا بلدات جنوب نابلس. للأسف للآن لا يوجد مستشفى في منطقة جنوب نابلس. اعتداءات كبيرة واندلعت مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال. إذن حوارة تحت مرمى النار. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ كمال جبر، أمين سر حركة فتح في بلدة حوارة. أستاذ كمال، طيب إذن نعيد الاتصال بالأستاذ كمال جبر، أمين سر حركة فتح في حوارة، للحديث عن هذه الاعتداءات وعن ما يحدث أيضا في بلدة حوارة. أهلا
طيب من جديد إذا أرحب بالأستاذ كمال جبر أمين سر حركة فتح في حوار. أستاذ كمال أهلا بك معنا. تحياتي لكم. إذا منذ فترة وحوارة تحت مرمى النار بالأمس الاعتداءات كانت كبيرة جدا، تم إحراق شاحنة، تحطيم سيارة إسعاف، اعتداء على المواطنين على المنازل والكثير من الأمور. بالبداية يعني خلينا نحكي عن الوضع في حوارة بشكل عام ثم نأتي على الأمور الأخرى. تفضل أستاذ. يعني الجميع بعرف إنه الأحداث من فترة خلينا نقول من رفعة العلم من شهر 6 يعني بنحكي عن 10 شهور تقريبا، عندنا الاعتداءات الموثقه بين حرق بين تكسير بين مهاجمه بيوت بين حرق سيارات اكثر من 700 اعتداء او 800 اعتداء. لانه كان الاعتداء الاخير اللي في 26 الشهر كان اكبر اعتداء على بلده حواره. يعني احنا حاليا حواره هي في حصار كامل متكامل، يعني لو انت تمر على من شارع حواره زعترة ممنوع تدخلي على حوارة، بيتا ممنوع الدخول على بيت على حوارة في بوابة، عينبوس ممنوع الدخول على حوارة في بوابة، أودلة في تسكير داخل البلد أكثر من 5 دخلات تم تسكيرها. عندنا حاليا بس شارعين بنقدر نمر فيهن من عند البي ام اي سوبر ماركت، والدخل الثاني من عند محمد الدلال. يعني عندنا حصار، احنا يوم نقول حصار على حوار يعني حصار على جنوب نابلس. يعني احنا 157 الف نسمه حاليا مقطعين مباشره، كل قريه في منطقتها حاليا، لانه بعد الساعه 4 ولا اي شيء بيكون على شارع حوار اللي كان حواره تمتاز في سوق تجاري ضخم، يعني اكثر من 550 محل موجود عليه، وكان سوق التسوق جنوب نابلس، ومن نابلس كانوا يجوا عنا على محلات الحلو على محلات على المطاعم او على الشيني على السوبر ماركت الضخم اللي عندنا موجوده في حواره. لكن الوضع عندنا حاليا في حواره سيء جدا، الحركه مشلوله كامل في حواره. طبعا هذا جميعه تنسيق بين الجيش والمستوطنين، لانه هي هجمات بتكون على حواره بيبقى منسق لها مع الجيش. اللي حصل امبارح بالأمس كان منسق 100%، كانت البلد حوالي 20 أو 30 محل اللي فاتحات أصلاً، لأنه أكثرها هي في أن محلات الميكانيكي محلات الحدادي شغلات زي هاي مش فاتحة. لكن تجمع المستوطنين على دوار وسط البلد واستفزاز الناس اللي موجودين كانوا موجودين، والجميع تعرف أنه شهر رمضان دائماً حوارة هي وسط البلد تكون يعني صحيح. موجود فيها عدة ناس ووقفتهم عند الجامع الكبير، محاولتهم اعتداءهم على الجامع برضو امبارح كانت هي وقفة من الشباب ومن الجميع. الاعتداءات بتتم أستاذ كمال من المستوطنين بحماية الجيش ولا بحماية الجيش، والجيش بيضرب غاز وبيضرب الجيش عادي، يعني هم بإيد واحد اثنين بيشتغلوا مع بعض مكملين لبعض. يعني بالأمس المستوطنين يكسروا الجيش يضرب غاز، وبعدين امبارح رصاص الحي على البيوت عندنا تخزكت تنكات وشبابيك رصاص حي. يعني كان امبارح هجوم كامل متكامل بين الجيش وبين المستوطنين. نعم. طيب اليوم شو المطلوب؟ يعني حوارة إلها فترة زي ما حكيت حضرتك من شهر 6، لكن برضو من بعد العملية الأخيرة حوارة بتواجه خطر كبير قاعدة في موضوع الحصار المفروض عليها والاعتداءات اللي الخطيرة اللي بتصير. يعني إحنا اليوم نحكي شاحنة وسيارة إسعاف، بكرة حرق منازل لربما يحدث أو أخطر من ذلك من قبل المستوطنين. صحيح أكيد. يعني بالأمس كان تكسير سيارة إسعاف، تكسير حرق شاحنة، حرق سيارة، محاولة حرق بعض البيوت بالأمس، يعني وتكسير عشرات السيارات والبيوت. إحنا عندنا دعينا كشباب حوارة كتنظيم كبلدية كمؤسسات البلد إنه يكون التجمع يومياً بعد صلاة العصر على طول شارع حوارة من أجل صد أي هجوم للمستوطنين، لأنه حوارة إذا ما لكتش ناس تصد بتصير هي بس مجرى للمستوطنين، والمستوطنين طول عمرهم كانوا تمروا في بلدة حوارة لازم حراسة من الأمام ومن الخلف، ولازم ترجع هاي الأيام لحوارة والجميع يقف وقف واحدة. ودعينا الأهالي الجيراننا في الكرة إنهم يحاولوا يجي التسوق من حوارة، وأنا دعيت أصلا بكتاب وببيان إنه أخواننا في 48 إنهم يحضروا برضو لمنطقة حوارة من أجل التسوق بسبب الوضع اللي حصل محلاتنا التجارية، والجميع بيعرف إن 550 محل تجاري بتحكي عن يعني اقتصاد لعائلات مئات لليوم العائلات. لليوم مغلقة المحلات التجارية، لليوم الوضع صعب التجاري أستاذ كمال؟ صعب طبعا. يعني عندنا إحنا امبارح زادوا
حوالي هين اللي بحكي معك يعني في منطقة شارع هاي الجيش رايح جاي علينا في داخل البلد في وسط البلد. نعم. طبعا الجيش هسه امبارح زاد تقريبا أخرى 6 نقاط صار عندنا أكثر من 22-23 نقطة عسكرية على طول 5 كيلو زائد اعتلاء بعض الأسطح المنازل أيضا زائد تكثيف الجيش الموجود حاليا نزلنا جيش بلباس أسود هذول مباشرة بتم رش الفلفل بالضرب باعتقال يعني اعتقلوا عندنا امبارح 13 واحد روحوا 10-3 حولوهم محاكم يوم الأربعاء فيهم محكمة بلغونا امبارح الساعة 3 الصبح عندنا جرحى أكثر من 8 في عندنا حاليا إصابة في المستشفى كسر في الهجر كسر في الإيد من اعتداء المستوطنين وضرب عندنا كان إصابات للمستوطنين برضو بالعشرات تكسير سيارات مستوطنين بالعشرات يعني كانت امبارح هجوم وتصدي من الأهالي لو وقفت الأهالي والناس الموجودة في الشارع لكان الخسائر أكبر عندنا في حوارة. طيب رح أسألك عن التصدي بس هذه الاعتداءات اللي بيقوم فيها الاحتلال يعني هو بده يمنع تواجد أي من الشبان في الشارع أو في البلدة فبيقوم بالاعتداء عليهم؟ أكيد خيتي لأنه في الكنيسة وفي مجموعة من أعضاء الكنيسة زائد الحكومة بيطالبوا بتسكير جميع المحلات الموجودة على طول شارع حوارة من أجل السير فيه بهدوء وبسلام وبدعوا حتى نجابوا أولاد صغار عدة لهم عملوا مؤتمر قبل فترة على وسط البلد بعد ما صارت المواجهات أولاد صغار بيحكوا بدهم أمان يمروا في حوارة يعني حالوا خلوا حالوا منهم هم الضحية مش 7000 نسمة موجودين في حوارة 550 محل على طول شارع إنهاء كامل قرية كانت رقم واحد في الاقتصاد في جنوب نابلس حاليا طبعا هم بدهم يمروا بأمان لكن هذا مش رايح يصير نهائيا في بلدة حوار إن شاء الله. في مخطط حقيقي أستاذ كمال إنه يتم إغلاق الشارع الرئيسي وإنه يتم تأمين طريق للمستوطنين من وسط حوارة وهل لديكم هذا التخوف لأنه فعليا من خلال البوابة الحديدية ومن خلال الحواجز التي يضعها الاحتلال ومن خلال كل شيء هذا يعني يوضح أنه هناك نية مبيتة لدى الاحتلال تخص بلدة حوارة؟ أكيد خيتي في حال تسكير دوار زيتونة اللي بخرج على عينبوس وبيته بيصير عندنا بس مخرجين بقدر من عند النجوم في منطقة النجوم مدخل البلدية في حال حول السير داخل البلد لأنه عندنا شارع موازي للشارع الرئيسي طبعا بجوز المخطط بيشتغلوا عليه إنه من أجل تخفيف الضغط على الشارع الرئيسي وجعل مثلا العرب يفوتوا السيارات العربية من داخل البلد وبخرجوا من عند الجسر الأزرق المشاة وبرضه بضل نازل على طريق كلية ابن سينا وبخرج من عند مفرق بورين بجوز هذا المخطط اللي بيعملوا فيه لأنه بيسكر جميع الدخلات اللي بتفوت على البلد ومدشرين بس دخلتين فلذلك أكيد في مخطط إسرائيلي لجعل العرب في شارع والمستوطنين يمروا بأمان. طيب بصراحة كيف التصدي من قبل أهالي البلدة لهذه الاعتداء؟ هل يستطيعون وحدهم التصدي؟ هل تشعرون أن حوارة وحدها تواجه هذه الإجراءات جميعها؟ لا أكيد في عنا تصدي من القرى المجاورة في شباب عنا من بيتا من عينبوس من عريف من بورين من مناطق المحاذية اللي بقدر يصل لحوارة موجودين عنا لا طبعا حوارة لحالها ما بتقدر تصد هذا الهجوم يعني يوم يدخل 400-500 مستوطن مع أكثر من 300 جندي انت بتحكي بتعدي عن 800 تقريبا بيكونوا على طول الشارع ما بقدر لا 100 ولا 200 ولا 1000 يتصدى بحجر هم جميعهم مسلحين بالأمس كان معاهم سكاكين وبلطات يعني في حاولوا يطعنوا شاب عنا عمره مش شاب هو عمره 60 سنة مصطفى الحج عبد ورش الفلفل في عينيه عمره 60-65 سنة يعني المستوطنين والجيش أهم شيء عندهم اليوم أمن المستوطن داخل شارع حوار. شو المطلوب بالنهاية بهذا الوضع أستاذ كمال؟ إحنا طالبنا من رئاسة الوزراء وكان أجوا عنا عدة وفود لكن لحد الآن ما تمشي إحنا ما بدنا بس دعم مادي الدعم المادي بيجي منين ما كان والحمد لله رب العالمين يعني هالحوارة الخير موجود فيها والقرى اللي حوالينا الخير موجود فيها شو طلبتوا؟ إحنا بدنا حماية كنا وحماية لهارك عمر ولمجموعة الأوروبيين إنه بدنا إحنا حماية زي ما صار أقل مها في أوكرانيا أوكرانيا واحد حامل أطلعتوها 3 شهور والبث عليها خليتوه مجرم حرب وخلى الدنيا كلبتوا عليه من هنهان القتل والضرب قلت تعال تأفرجيك شو الصور اللي كانت عندنا في الهجوم في 26 شهر عندنا كان 4-5 حوامل
الصبايا قاعدات في الإسعاف في طوارئ حوار مش قادرين نعمل لهم إشي. أولاد صغار بالهلع لا زال لحد الآن أولاد صغار ما بيناموا لحالهم اللي ينام بين أمه وأبوه لأنه الوضع الهلع اللي صار عندنا في الهلع اللي صار عندنا في 26 كان إشي ما مر نهائيا. أنا بقول ما مر من 67 نهائيا أنك تفوت على قرية تحرق أكثر من 500 متر على الشبتين فيها تدمير بيوت تدمير مصالح لناس حرك سيارات يعني كان شبه جريمة كاملة. وللآن تقول لا استجابة لمطالبكم يعني لا إجابة لمطالبنا والحكومة بالطالب وكلها قالوا ما بدهم يستقبلوا وزير المالية لكن هيو من بلد لبلد من فرنسا لأمريكا من أمريكا لبلجيكا من بلجيكا جميعه عالم ظالم بقيل بمكيالين وقلنا لهم إياها وحكيناها وين ما نروح العالم جميعه واقف ضد هالشعب الفلسطيني. خلينا نقول الله يهونها على جميع شعبنا في كل مكان. شكرا جزيلا لك كمال جبر أمين سر حركة فتح في حوارة أجملت لنا الأوضاع داخل البلدة. شكرا جزيلا. نعود إذن إلى قضية ارتفاع الأسعار من قبل بدأ شهر رمضان الفضيل والأسعار في ارتفاع تدريجي كبير. بدي أقرأ بعض التعليقات على المباشر. محمد علي أبو زيد بيقول صباح الخير أستاذ ريم للأسف ما حد مراقب سبق ورفعت شكوى بأحد المخابز ولما حكالي سين من الناس إنه هي تابعنا المشكلة برجع للمخبز أشوف الوضع لقيته على حاله. والله يا محمد إحنا دائما يعني لما بنحكي أي شيء في هذا الموضوع بصير يقولوا لك اشكوا على الرقم المجاني اتصلوا على الرقم المجاني قدموا شكوى في المحل الفلاني أو التاجر الفلاني أو الجهة الفلانية اللي رفعت الأسعار لأنه هذا هو الصراحة الحكي الدائم عند وزارة الاقتصاد لما بدك تحكي لها عن أي رفع أسعار إنه بس اتصلوا على الرقم المجاني. وللأسف اعملوا أي حدا ينزل هلأ على الأسواق يعمل أي جولة يعمل هيك جولة بسيطة على الأسواق ويشوف قديش في ارتفاع في الأسعار في كثير من المواد التموينية المواد الغذائية سلة المواطن الأساسية واللي أبرزها الدجاج كما ذكرنا. بدهاش يعني لا هالقد إنه واحد يروح يقدم شكوى ولا بدها هالقد يعني قديش بدكم تتابعوا شكاوى فردية بده يجيكم 200 شكوى بدكم تتابعوا 200 شكوى لما بيكون الحالة العامة اللي فيها الارتفاع الأصل إنه يتم متابعة المشكلة بدون انتظار الشكاوى الفردية. هاي الشكاوى الفردية لما بنكون عايشين في عالم مثالي وبيكون في الأسواق عندنا ما في جشع وما في ارتفاع في الأسعار وما في وبتصدف واحد ولا اثنين يكون عندهم يرفعوا الأسعار بالتالي بيروح واحد بيقدم شكوى فردية. لما بيكون في عندنا فعليا سوق مثالي وعالم مثالي وعايشين فيه بس مش لما بيكون إنه
الأغلب فيش رقابة على الأسواق عندنا، وبالتالي هذا الجواب الدائم عندهم. عمر حماد يسعد صباحك بيحكي فيش رقابة فعلية بس في معاشات فعلية لهم. الرقابة يعني كمان سألنا صراحة كثير على موضوع الرقابة على الأسواق، بتقول لك وزارة الاقتصاد أحلنا إلى التجار، أحلنا عدد من التجار إلى نيابة الجرائم الاقتصادية وأخذوا بحقهم. طول ما القانون عندنا موجود هو بيكون العقوبات المفروضة عبارة عن مخالفة مالية بقيمة 20 دينار مثلا ولا مخالفة بقيمة 30 دينار يعني بيدفعها وعادي تمشي الأمور. احنا عندنا كمان هو مشكلة في القوانين اللي ما حدا راضي يغيرها في البلد. يسعد صباحكم جميعا. أكيد التجار اللي بيحكموا السوق وما بيقدروا عليهم بيقدروش غير على الغلابة البسطاء اللي هم تحكي في. دائما نتحدث في هذا الموضوع انه مين المتحكم في السوق، مين اللي بيرفع هذا السعر. بتروح على محل الدواجن بيقول لك التجار باعولنا اياه. يعني انا شخصيا دخلت على احد المحال التجاريه بقول له ليش بتبيع مثلا الدجاج هذا قبل ما يرتفع سعره ل 23.5، ليش بتبيعه 19 و18؟ الوزاره حددته 17. قال ما هو كلفته علينا ووصلنا ب 17.5 و18 ومش عارف ايش. فما بقى يعني الوزاره بدها تلاقي حل. يعني انتوا لما بتحطوا سعر استرشادي بدكم تلاقوا حل، تشوفوا هل في التزام فيه ولا ما في التزام بهذا السعر، وتشوفوا ايش الاسباب. طبعا ممكن احنا كمان نسمع من المواطنين اما عبر المباشر او على ارقام الهواتف على 02-296-6195 او 02-296-6197. احنا نحاول الوصول اذا الى المتحدث باسم او الناطق باسم جمعيه حمايه المستهلك الدكتور محمد شاهين ليحكي لنا كيف بتابعوا موضوع ارتفاع الاسعار وشو المطلوب فعله، وايضا اي مواطن بحب يحكي لنا قديش اشترى مؤخرا الدواجن يا ريت يحكي لنا عشان كمان نشوف التباين في الاسعار والتفاوت. قول كرتونة البيض يعني كانت مرتفعة جدا قبل رمضان، لكن في رمضان بيصير انخفاض على كرتونة البيض لأنه بيصيرش فيه إقبال. يعني البيض في رمضان ما عليه إقبال كبير فسعره لحاله بنزل لأنه فيش عليه طلب، بس الدواجن اللي بيصير فيها كارثي، اللي بيصير فيها جنوني. يعني للأسف ارتفاع تدريجي وراء بعض في هذا الموضوع، وبالتالي بحاجة إلى حل وبحاجة إلى وقفة وبحاجة إلى تسليط ضوء على هذا الموضوع. طيب خلينا نتوقف عند فاصل قصير، بعد الفاصل بنرجع معكم في موضوع الارتفاع الجنوني على أسعار الدواجن، خليكم معنا.
بدنا نعمل أسرع إعلان. يلا بلتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. شو هاد؟ إعلان بلتل جيجا فايبر بس من سرعته مش رح تسمعه. بلتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. قشطة يا عم سمعني كلام ومهارك فل يا سيدي الكل كل حدا بتشوفه ببالا جبالك قشطة من البناء أخطر من يلي ببالا القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي دور القشطة دور يا عيني يا عيني على القشطة يا ليلي يا ليلي على القشطة دور القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى البنار اختيار كل الدار جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوة جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوة يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر أو غذي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار تقدر تحكي بالت الجيجا فايبر 10 مرات جيجا فايبر بايت بعد ايش لا تكلا 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 كش تكلا كش طلقة طلقة وبنزحش لا تكلا 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 كش تكلا كش بقطعش بقطعش انا مش ضاوي انا هاوي مش معلق انا محلق طلقة طلقة وبنزحش بتشكلك وقاعد على المكتب بقطعش 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 بلت الجيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي للاستفسار أو الاشتراك بالخدمة على الأسعار الجديدة من خلال معارضنا أو موزعينا أو الاتصال على 199
طيب أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم معنا عبر شبكة وطن الإعلامية. نتحدث عن ارتفاع أسعار الدواجن بشكل جنوني، وصل بالأمس الارتفاع إلى 23 شيكل ونصف لسعر كيلو الدجاج، في ظل للأسف عدم يعني وجود أي حلول عملية من قبل وزارة الاقتصاد وأيضا وزارة الزراعة، اللي قالوا إنه هذا الأمر جاء نتيجة الجشع الموجود عند بعض التجار والذي أدى إلى ارتفاع السعر بهذا الشكل. إحنا نحاول نوصل للجمعية، نحاول نوصل لأي جهة بتتحدث باسم حماية المستهلك. للأسف يعني نسمع بأسماء مؤسسات وجمعيات، لكن لا حديث ولا تسليط ضوء أبدا من قبل هذه المؤسسات على ما يجري من ارتفاعات غير طبيعية وغير معقولة على أسعار الدواجن والأسعار بشكل عام. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي إذن الدكتور محمد شاهين، الناطق باسم جمعية حماية المستهلك. دكتور محمد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لك ولكل المستمعين. دكتور، الارتفاع الجنوني على الأسعار وتحديدا أسعار المواد الغذائية قبل رمضان، يوم إحنا بنحكي في شهر رمضان أيضا ارتفع بشكل كبير، نتحدث تحديدا عن الدواجن، يعني ما فيش استقرار في سعر الدواجن أبدا سواء قبل رمضان أو اليوم. بيعت قبل من شهرين وهو بينباع الكيلو بين 17 ل 21 متفاوتة الأسعار، بالأمس قفز السعر إلى 23.5 لسعر كيلو الدجاج. وزارة الاقتصاد حددت السقف السعري 17، لكن للأسف يعني إذا بتنزل على السوق وأنت بتعرف يعني وأدرى بهذا الموضوع، مش راح تلاقي حدا بيبيعه بهذا السعر. وقالت إنه السبب اللي أدى إلى الارتفاع الجنوني مرة واحدة والقفزة في السعر هو جشع بعض التجار والمزارعين. فكيف بتتابعوا بجمعية حماية المستهلك هذا الأمر، وشو رأيك في الموضوع يا دكتور؟ يعني بالتأكيد شهر رمضان من الشهور التي يكون فيها يعني إقبال شديد على هذه البضاعة، وبالتالي يعني كان يفترض، وهذا ما بلغنا به من كل جهات الاختصاص، أنه يتوافر في السوق الفلسطيني الاحتياجات الكافية من الدجاج لما يكفي لشهر رمضان. ولكن يعني حددت السقوف السعرية، وهذا كان مطلب دائم، أن هذه السقوف السعرية لا يكفي صدورها، بمعنى آخر يعني السقف السعري يحتاج إلى متابعة في الميدان، وجود فرق تفتيش تقوم بالمتابعة بشكل دوري حتى يعني تضبط هذه السلعة وهذا السوق ضمن هذا السقف السعري الذي حدد من قبل جهات الاختصاص. السقف السعري شيء ملزم حتى ضمن قانون حماية المستهلك وضمن كل المعايير والمعطيات، لكن عدم وجود يعني فرقها، عدم وجود عمليات متابعة في الميدان من خلال فرق التفتيش وإحالة كل من يخالف هذه السقوف السعرية إلى الجهات القضائية، هذه هي الإشكالية، هذه هي الحلقة المفقودة بالمعنى الحقيقي. ويعني هذه مسؤولية الجهات الرقابية وأيضا مسؤولية المستهلك، نحن لا ننكر ذلك، يعني بمعنى على المستهلك الذي يجد هناك مبالغة في السعر أن يقوم بالاتصال بجهات الاختصاص والإبلاغ عن هذه أو هذا المحل الذي يبيع بسعر مغاير. هذا ما لا يحصل في السوق الفلسطيني للأسف الشديد حتى الآن، نقولها بكل وضوح، حتى رغم بعض حالات الضبط هي حالات فردية مقارنة بحجم المخالفات الموجود في السوق الفلسطيني. ليس هناك يعني إن صح التعبير عملي يعني معطيات قانونية، سواء كان في القوانين أم في الإجراءات القضائية في إطار حماية المستهلك وفي إطار الجوانب الاقتصادية، يستطيع ضبط هذا الموضوع. ولذلك لطالما طالبنا بأن تستكمل يعني مرحلة وجود يعني نيابة جرائم اقتصادية إلى توافر محكمة جرائم اقتصادية تكون أو يكون قضاة على اطلاع كافي بقانون حماية المستهلك، على اطلاع كافي ب يعني طبيعة المخالفات وتأثيرها على السوق الفلسطيني وعلى المستهلك الفلسطيني، وأيضا لا يكون هناك تراكم للقضايا، بعض القضايا المحالي يعني تكون يعني قد تستمر لشهور أو سنوات أحيانا، ويكون الحكم في النهاية ليس راجعا ولا مستوى وطبيعة وحجم المخالفة.
يعني دكتور بالنهاية في واقع أمام المواطن، وهو الآن قاعد بيشتري الدجاج بأسعار غالية، وإحنا كمان بنعرف إنه إحنا في شهر رمضان المبارك بزيد الطلب على الدواجن بشكل عام، لأنه هو طبق رئيسي على مائدة الإفطار، يعني خلينا نحكي في شهر رمضان. تفضل. يعني هو صح التعبير، يعني في واقعنا الفلسطيني في ظل المعطيات التي تتعلق ب يعني دخل الأسر الفلسطينية بالزبط. والوضع الاقتصادي، معظم الأسر الفلسطينية هي ضمن الوظيفة العمومية، ومنذ يعني شهور طويلة لم يكن أكثر من عام يتلقون رواتب بنسبة 80% أو 85%. الغلاء المعيشي الفاحش والذي خلال السنوات الماضية حدث لأسباب أو بدون أسباب، كما نقول دوما شراكتنا في سلة غذائية واحدة مع مستهلك، يعني رغما عنا معدل دخله عشرات، يعني 10 أضعاف معدل دخل المستهلك الفلسطيني. كل هذه المعطيات حقيقة تؤشر بشكل واضح أن القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني انخفضت بشكل كبير. كثير من الأسر لم تعد قادرة على توفير أدنى الاحتياجات. نتحدث هنا عن مصدر البروتين الأساسي، الدجاج والبيض، لمعظم الأسر الفلسطينية، ولا نبالغ في ذلك. والآن لا يستطيع شراء البصل. لما نحكي أنه كيلو البصل 10 شيكل، تقول لي مش موسمه، ما هو هذا بتخزن. صحيح. يعني آسف، يعني الجزر الشديد. أيضا بالأمس ارتفع بشكل غير مسبوق، يعني الجزر الشوال من 6 إلى 16 مرة واحدة. يعني لو سمحتي لي، يعني تفضل دكتور. يعني أنا أقولها بكل موضوعية، نحن نقدر كل جهد يبذل في هذا الجانب، ونحن جميعا نتحمل مسؤولية أن يتم ضبط هذا السوق الفلسطيني. ولكن حينما نتحدث بأمور علمية لا يجوز إنكارها، القفزات في الأسعار الفلكية في فترة زمنية قصيرة، التباين في الأسعار، هذان مؤشران لا يمكن لأي أحد أن ينكر أنهما مؤشران لا يعني قويان على أن هناك مشكلة في السوق الفلسطيني. نعم. مشكلة في ضبط السوق، مشكلة في كل إجراءات عملية الضبط ومتابعة الأسعار تستدعي وجود خطة استراتيجية وطنية تكون بشراكة كاملة ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والجهات الأهلي والمكون الأهلي وبما في جمعيات حماية المستهلك، لوضع خطة استراتيجية تتوافق مع محددات هذا السوق، مع الظروف التي يعيشها المستهلك الفلسطيني، مع التغيرات الاقتصادية، مع يعني كل ما يتعلق بفردية هذا السوق مقارنة بأي سوق من الأسواق المجاورة. وإلا سيبقى المستهلك يدفع الثمن. سيدفع الثمن، وثمن غالي أحيانا قد ينعكس بشكل سلبي ومباشر وقوي على استقرار أسرنا الفلسطينية، على الأمن الغذائي والدوائي في واقعنا الفلسطيني، على استقرار حتى المجتمع الفلسطيني. المشكلة دكتور كمان إنه لماذا لا تخرج وزارة الزراعة توضح ما الذي يجري في سوق الدواجن، في سوق عالم الدواجن؟ نحن نحاول الوصول لهم لكن لا استجابة. عارف شو سمعنا من كل المسؤولين؟ نعم. إنه وحتى من المربين إنه الدجاج سينخفض خلال الأسبوع، نهاية الأسبوع الأول من رمضان. كلهم قالوا إنه رح يرتفع، كلهم حكوا رح ينخفض سعره، لكن اللي صار العكس، ارتفع بشكل جنوني. يعني أقولها بكل صراحة، أنا قبل أيام ذهبت، أنا شخصيا أقول عن نفسي، ذهبت واشتريت من أحد، وأقولها يعني من جمعية رام الله التعاونية لمربي الدواجن. نعم. يعني اشتريت الكيلو 16 شنكل في نفس اليوم، كان في محلات بتبيعه ب20 و22. صحيح. يعني هل هذا معقول؟ لما تحكي 20 و22 يعني ما بين 4 شيكل اللي هي بتشكل 25% زيادة على السعر الآخر، أو 22 اللي هي بتشكل حوالي 35% زيادة. يعني هل هذا معقول ما بين محل ومحل آخر المسافة بينهم لا تتعدى 1 كيلومتر؟ طيب دكتور، حسب خبرتك هل معقول وزارة الاقتصاد ما بتقدر إنها تعالج هذا التفاوت والتباين بالأسعار في السوق؟ طب أحكي لك شغلين. تفضل. إشهار الأسعار جزء أساسي من قانون حماية المستهلك. نعم. بدنا نروح الآن على يعني محل بيع الخضار الرئيسي في رام الله في وسط البلد، إذا في أي محل مشهر الأسعار أنا بدي أتنازل عن كل كلمة حكيت. فعلا. الآن يعني القضية ليست بحاجة إلى جهد كبير، ليست بحاجة إلى جهد كبير. يعني موضوع الرقابة، أنت تتحدث عن موضوع الرقابة على الأسعار، موضوع بحاجة إلى إرادة قوية في محاسبة كل من يقوم ب
يعني مخالفة هذه الأسعار التي يعني يفترض بما أنها تصدر عن جهات رسمية وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة، يفترض أنه جرى دراسة معمقة لها مسبقا، أخذت بالاعتبار كل مدخلات عملية الإنتاج، أخذت بالاعتبار هامش ربح معقول للمنتج وللتاجر، وأخذت بالاعتبار حق المستهلك الفلسطيني. إذن أي عدم التزام بهذه الأسعار يفترض أن يعامل بشكل قانوني، وأن يكون هذا من خلال إشهار، حتى إشهار حول هؤلاء الذين يستغلون السوق الفلسطيني أو يحتكرون في هذا السوق. دكتور وين حتى الآن الذي يتحكم في الأسعار هم كبار التجار، كبار التجار من يتحكم في الأسعار. نعم، أين تكمن المشكلة الحقيقية في عدم علاج هذه القضية؟ في قلة الرقابة، في تحكم تجار كبار ما بيحكوا معهم الوزارات المختصة، في غياب هي بصراحة زي ما حكيت، يعني مدام عدم إشغال الأسعار اللي هو يعني شيء أساسي في قانون حماية المستهلك الفلسطيني، ومخالفته تعني يعني مخالفة لقانون حماية المستهلك الفلسطيني. لو تم ضبط يعني كل من يخالف السعر المعلن الآن لم يشهر الأسعار، ضبط حالات ويعني حالتها للقانون والتعامل معها بشكل جدي حتى تكون عبرة لغيرها. أنا أعتقد لو هذا يعني تم تنفيذه في المحافظات الفلسطينية في خلال أسبوع الأول من شهر رمضان على سبيل المثال، قد يكون هذا مدخل لضبط الأمور لسنوات عديدة لاحقة. طيب اسمح لي بهذا السؤال، هل وصلكم أي رد مقنع من قبل وزارة الزراعة تحديدا عن الأسباب التي تكمن وراء ارتفاع الدواجن بهذا الشكل من شهرين لليوم؟ يعني كل المربين يحسبون حساب شهر رمضان، ولم يكن هناك أجواء بيئية خلال الأيام الماضية يعني يمكن أن تؤدي إلى أي مشكلات. لم نسمع أن هناك يعني أمراض انتشرت خلال الفترة الماضية. يفترض أن الوزارة يعني مع جهات الاختصاص، مع المربين، مع غيره يكون عندها يعني تخطيط مسبق لهذا الشهر ومتطلباته واحتياجاته. ما سمعناه من المنتجين ومن الجمعيات أنه سينخفض سعر الدجاج بعد أول 5 أيام من رمضان، هذا ما سمعناه. أما أن يرتفع يعني لا أعتقد أن هناك فيه أي مبرر نهائياً، ولا يمكن تفسير ذلك إلا في إطار قضية احتكار أو قضية يعني عدم انصياع للسقوف السعرية التي صدرت، يعني الهامش الربح المعقول الذي يمكن أن يكون منصف للمنتج وللتاجر وللمستهلك. تحدثت في بداية الحديث عن ثقافة المقاطعة، هي مش موجودة عندنا إحنا كثقافة المقاطعة للأسف، ويمكن تكون صعبة شوي اليوم في شهر رمضان المبارك، ولا هو المفروض أنا مع مقاطعة أي سلعة بيرتفع سعرها وما بقدر المواطن الفلسطيني يشتريها، مع إنه يتم مقاطعتها. وبعرف ناس فعليا هم قاطعوا الدواجن من شهر تقريبا، لكن الأعداد قليلة، يعني الثقافة هاي مش منتشرة عندنا كتير دكتور. يعني للأسف كمان مشان نكون موضوع يعني كمان مستهلكنا الفلسطيني يعني لا يحافظ على حقوقه بالشكل المطلوب، ليس لدينا وعي كافي بقانون حماية المستهلك. حتى إذا كان لدينا وعي لا نكون يعني حريصين على تطبيقه وأهمية تطبيقه وحقنا في أن يطبق هذا القانون. بالتالي يعني مسؤولية المستهلك ليست فقط في قضية المقاطعة، قضية إشهار الأسعار على سبيل المثال. يفترض أنه أي حدا مش مشهر السعر، مش ملتزم بالصف السعري، فورا يبلغ جهات الاقتصاد ويحط الكرة في ملعب وزارة الاقتصاد الوطني، أو إذا كان بتعلق بشيء بتعلق بالبضائع المستوطنات أو البضائع الفاسدة أو المهربة وغيرها مع الضابط الجمركي أو مع جمعية حماية المستهلك مباشرة. يعني للأسف الشديد هذه الثقافة غير موجودة، ثقافة الشك، وليس جزء من ثقافة مجتمعنا الفلسطيني. ثقافة أيضا يعني إنه الإنسان يحافظ على مقدراته بالشكل العلم الدقيق من خلال يعني إجراء عملية مسح للسوق قبل ما تنزل على السوق. يتحضر أنت يعني تشوف شو الأسعار، شو اللائحة، يعني لائحة السقوف السعرية التي صدرت، وبالتالي لما تنزل على السوق تحاول تسوي جولة في المحلات اللي تبيع هذه السلعة وبنفس الجودة، تتأكد من أنه يعني المواصفات هي مواصفات السلعة المطلوبة، أنت بحاجة لهذه السلعة وشو الكمية اللي بحاجة لها. يعني معنى آخر تحدد
مشترياتك قبل نزولك للسوق، خاصة في شهر رمضان لأنه في عوامل نفسية بتأثر على سلوك المستهلك أثناء تواجده في السوق، في سته السوق وهو صائم. تحدد شو الأشياء اللي بدك إياها، تسوي متح للأسعار قبل ذلك، وتتخذ قرارك الشرائي بناء على يعني معايير علمية وأسس علمية. أنا ما بقصد هذا تصير تسوي بحث علمي، بقصد هذا بصير جزء من سلوكك كمستهلك، جزء من ثقافة، يعني بعيدا عن الثقافة الاستهلاكية، كسلوك يعني مناسب يخدمك ويحافظ على مصالحك وضمن إمكاناتك، بحيث تستطيع أن تحدث توازن ما بين معدل دخلك وما بين. والله يمكن هو هذا الحل اللي لازم يصير دكتور. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا في ظل غياب سياسات. قضية المقاطعة. نعم. جزء من الموضوع قضية المقاطعة. لا، قضية المقاطعة وإحنا جربناها أكثر من مرة ووحشيها بكل جرأة، فشلنا في ذلك لأنه ما في كان تواصل وتعاون من المستهلكين. ما فيش إرادة. أحد المرات نزلنا على السوق مع الجهات الرسمية، وأقول يعني كان ممثل لوزارة الاقتصاد الوطني، ممثل للدارة الجمركية، ممثل لوزارة الزراعة، ممثل لجمعية حماية المستهلك، وعملنا مجموعة فرق وليس فريق واحد، وكل فريق مع رجل أمن من الشرطة مشان يعني آسف مشان يحمي هذا الفريق. أنا أقولها بكل جرأة، يعني كانت جولتنا طويلة على محلات اللحوم الحمراء والبيضاء، أقولها بكل جرأة، مشكلتنا والذين يعني كانوا يعني يناقشوننا والذين كانوا يعني يتعاملون معنا بطريقة هم المستهلكين وليسوا أصحاب هذه الملعب. للأسف أنا لا أقول كل لا مزبوط في فيش عندنا ثقافة المقاطعة. نعم. للأسف يعني نعم. يعني الست بتقول لك وشو دخلك؟ ما هو أنت كمان لما أنت ما بتلتزم بالنظام، لما أنت بتعطي يعني تعطي إن صح التعبير إعاد إيجابي لشخص بتغول على المستهلك الفلسطيني، أنت بتساهم في رفع الأسعار إذا كنت أنت مستطيع في آلاف الأسر غيرك غير مستطيعة، وبالتالي أنت بتظلم الآخرين وأنت بتكون جزء من عملية رفع الأسعار واستغلال المستهلك. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد شاهين الناطق باسم جمعية حماية المستهلك، تحياتي لك. شكرا. إذن بنحكي في موضوع الارتفاع الجنوني على أسعار الدجاج منذ شهرين، لكن بالأمس قفزة كبيرة وجنونية. خلينا نأخذ مشاركة. ألو، صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يصبحك بالخير. يا هلا، مين معنا؟ معك مواطن من رام الله. مواطن من رام الله، تفضل. تريم أنت تارك يعني من أهم قضايا الوطن في التعليم. هذا بالشوارع 700,000 سمعناش بالمرة أي كلمة صلاة عن التعليم، عن المعلمين، الإضراب. ما سمعتش مني أي كلمة؟ يعني ما سمعناش، لا يعني ما فتحتيش الموضوع. التعليم هو أهم، أنا يعني مع احترامي للأسعار لو بنجوع بنموت من الجوع، أنا في رأيي أهم إشي الطلاب يتعلموا. ما صحيح، أنت بتحكي صح، بس إحنا يعني بجوز قد يكاد يكون البرنامج الوحيد اللي كل يوم بنحكي فيه بهذه القضية. نعم، بس اليوم مع احترام أنت أهم برنامج، أهم من أهم البرامج، أنا متابعك يوم يوم. فاهم عليك. مية بالمية. فاهم عليك. فاهم عليك. إحنا كل قضايا الوطن يعني جابوا مع النار دويك على أجيال، مع احترام بيحكي إنه صار مشاكل وحلوها مع النقابات الثانية، وإنهم رايحين يحتاجوا إذا إنهم أعطوا المعلمين بدون مياه. شو دخل أهم شريحة في المجتمع التعليم، الطلاب والمعلمين أهم شرائح المجتمع. نعم. مجتمع بنبنى وبنجح بدون تعليم. ما احترامنا للموظف للأطباء والمحامين، بس إحنا وشعب ميت، يعني اليهود احتجوا وطلعوا مسيرات وحققوا اللي بدهم إياه. إحنا شعب ميت، لا أباء ولا أمهات ولا حد سائل.
انت بتحكي كل بتحكي صح. احنا اليوم يمكن ما افردنا مساحة لقضية التعليم لانه في قضايا بصراحة كنا مأجلينها بسبب انه كنا كل يوم نتحدث في قضية التعليم، فحكينا فيها اليوم، لقينا مجال نحكي فيها اليوم، لانه برضو في قضايا تانية انت بتحكي مش مهم. لا مهم اخوي، وكله مرتبط ببعض. اقول لك ليش مهم، هو المعلم اللي لليوم مش ماخد حقوقه كيف بده يروح يشتري لعيلته كيلو الدجاج ب 23 شيكل؟ ما هي كل المواضيع عندنا مرتبطة في بعض 100%. لا لا 100%، انا ما بقصد صحيح طبعاً. صحيح، وانت معك حق مليون بالمية، انه اهم قضية اليوم هي التعليم. وانا مبارح حكيت كلمة وبرجع بعيدها، اللي يفترض انه التعليم يكون هو الشغل الشاغل للحكومة ولجميع الجهات، ما تحل اي قضية ولا تناقشها الا لتنحل ازمة اضراب المعلمين. نعم، بعدين للأسف اللي بيرجعوا بيحكوا على الراديو رسميين او مستقل او كذا، بيرجع بقول اعطوهم 5%. يا عمي بدنا حل جذر، مش حال مش كافين المعلمين، ومع مين نحكي ومع مين مش عارف. نفس الكلام، حرام عليهم يا عمي، في الدنيا رمضان، امانه في اعناقكم. هذه الشغل اولادنا. حضرتك ولي امر ولا استاذ؟ نعم ولي امر، ولي انا عندي امر الاولاد. نعم، مش استاذ انت؟ لا. طيب وين بتشوف الحل حضرتك؟ خلينا نحكي الحل. في حقوق للمعلمين لازم موقع عليها، انا اللي فهمته من المبادره. نعم. 15% وانهم بدهم نقابه يمثلون من الاساتذه اللي بدهم اياه. ظاهر من كل اللي بسمعه اللي شهرين حد ما بدا الاضراب متبع خاصه برنامجك 100% انه كان بدهم نقابه وموافق عليها، ما بدهم اتحاد مع ولا استاذ بتشوفيه بيطلع بيحكي معك ولا مع غيره، بعتبر انه بده الاتحاد خلص. الاتحاد يخاف الله ما يتنازل عن شو الدعوه يا جماعه. والواحد عشان الوطن وعشان اولادنا وعشان بنات حرام. دين رمضان هذه امانه. نعم صحيح كلامك، أشكرك. أنا متأسف. لا بالعكس بالعكس، أنا حكيت وبرجع بحكي، هذا المنبر مفتوح للجميع أخي الكريم، وإحنا كل يوم بنفرد مساحة لقضية إضراب المعلمين، وأكيد طيلة الأسبوع رح نضلنا ماشيين في هذا الخط أكيد لحد الوصول، لأنه للأسف قاعد بضيع الفصل على الأولاد. كد ما يقولوا لك بنعوض، صعب جدا، صعب يصير التعويض. نعم. يعني بالأيام هاي بالأيام كمان شوي يصير مستحيل بعد رمضان. حتى برمضان الأولاد ما هم نايمين خلق يعني، فاهم؟ نعم نعم نعم، مفهوم. بتفهمك كولي أمر، وبتفهمك أكيد للأولاد اللي للأسف 50 يوم. أنا كدتني متأثر بالأولاد، أنا بهمني جدا المعلم يأخذ حقه ويرجع بكرامته، لأن الأولاد اليوم إلا من رحم ربي التربية كثير ضعيفة. فإذا الإنسان المعلم رجع مكسور الخاطر ومكسور كرامته، ولا عمره بينجح تعليمه. كل الاحترام، كل الاحترام لك. شكرا شكرا جزيلا لك، وشكرا لمشاركتك. تحياتي. بالأمس في اجتماع الحكومة يعني كان في دعوة للمعلمين، أيضا تستمر الدعوات إلى الانتظام بالمسيرة التعليمية بعد أن لبت الحكومة كما قالوا أغلبية المطالب اللي يعني المعلمين طلبوها. لا يختلف أي شيء، يعني ما يجري هو دعوات للمعلمين من أجل انتظام المسيرة التعليمية. واضح واضح إنه هاي الحلول النهائية، يعني ما فيش حديث عن أي شيء جديد يخص تلبية المطالب اللي بدهم إياها المعلمين، اللي هي راتب كامل 15% وأيضا إعادة الخصومات وما إلى ذلك. واضح إنه اللي عملوها الإضافة 15% على قسيمة الراتب، يعني كما قال رئيس الوزراء بالأمس، قال قمنا بكل ما يلزم. انتوا انتبهوا لهذه الكلمات، قمنا بكل ما يلزم اتجاه المعلمين وتحقيق مطالبهم وحفظ كرامتهم، سواء كان ذلك بإضافة 15% على القسيمة أسوى بباقي النقابات، أو إطلاق عملية الانتخابات لاتحاد المعلمين وغيرها من القضايا. وبناء عليه نأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى المدارس. هذا ما تحدثت به الحكومة وما تحدث به رئيس الحكومة بالأمس، قمنا بكل ما يلزم. تفهم من هذه الجملة ومن هذا الكلام إنه تقريبا عملوا كل شيء هم بالنسبة لهذه القضية. وهون السؤال المهم إنه ينطرح، هل فعليا سيبقى الوضع على ما هو عليه ولن يكون هناك
تنفيذ للبنود، بمعنى أنه 15% تنفذ مرة واحدة، نقابة للمعلمين، إعادة الخصومات بشكل سريع. طبعا هذه مش مطلب، هذه لازم تعاد الخصومات سريعا، وراتب كامل، أم سيبقى الوضع كما هو عليه؟ ممكن بكرة كمان نفرد مساحة أوسع للحديث أكيد في هذا الموضوع مع ضيوف ومع مشاركات، لكن إلى هنا ينتهي لقائنا لهذا اليوم ولهذا الصباح. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، شكرا زملائي في الاستوديو، ومني ريم العمري أطيب التحيات لكم جميعا، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.